معي على الهواء مباشرة رامي محمد من ممشى أهل مصر ليتابع معنا الصورة من هناك، خاصة وأن ذكرى ثورة 30 من يونيو تتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. معي أيضا على الهواء مباشرة جرمين إبراهيم من روضة السيدة زينب. أرحب بكما وأبدأ معك رامي، يعني ذكرى ثورة 30 من يونيو تتزامن مع عيد الأضحى وربما تكون فرصة للاحتفاء من قبل المصريين. ممشى أهل مصر واحد من أهم المشروعات التي تم خلالها تحول هذه المنطقة إلى منطقة جاذبة للتنزه من قبل المصريين. الصورة لديك في هذا اليوم الخاص في تاريخ مصر. تحياتي لك ولكل المتابعين، وبالفعل كما تحدثت نحن نعيش أجواء من الأعياد، كل عام وكل المصريين بألف خير. وبالفعل ممشى أهل مصر يعد المقصد الرئيسي ومن عدد من المقاصد الأخرى، خاصة هذا الموقع الشاهد على العملية التنموية والتطويرية لجميع المصريين في الأعياد وفي المناسبات الوطنية والمناسبات العامة للقدوم إلى هذا الموقع الذي اختلف تماما إذا تحدثنا عن الجزء الذي يتواجد به الآن، وهو الممتد من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 من مايو. هذا الجزء تم تطويره من قبل ممشى أهل مصر وبهذا الشكل الجديد وفي ثوب جديد بطول أكثر من 4 كيلو متر. وإذا تحدثنا أيضا عن وجود أكثر من 19 مبنى هنا في هذا الجزء الخاص بممشى أهل مصر، ما بين محال تجارية، مطاعم، كافيتريات، وأيضا المسرح المكشوف لإقامة العديد من الحفلات، وأيضا العديد من الجراجات الخاصة بالسيارات وأماكن للدرجات وأماكن أيضا لجلوس المشاة. وإذا تحدثنا عن وجود أكثر من 62 محال تجارية هنا في ممشى أهل مصر، وإذا تحدثنا عن الجزء السفلي وهو الممشى السفلي بأكثر من 6.5 أمتار لوجود المشاة، أما الممشى العلوي من ممشى أهل مصر فيبلغ العرض الخاص به أكثر من 4.5 أمتار. هذا الممشى الذي يعد شاهد على العملية التنموية والتطويرية وأيضا يستمر على مدار مراحل مختلفة ممتدة بطول امتداد كورنيش النيل من بعد كوبري 15 من مايو. وهذا الممشى الذي يعد بالفعل من قبل كل المصريين في هذه المناسبات مقصد رئيسي بعد هذه العملية التطويرية والتنموية الكبيرة التي يشهدها. هذا هو المشهد هنا في موقع من المواقع التي تشهد بالفعل عملية تطويرية وتنموية لحماية النيل أيضا وللحفاظ على المظهر الجمالي وحماية النيل من العديد من المخلفات بوجود مشهد مثل هذا. بالفعل ممشى أهل مصر لكل المصريين. نعم، ابقى معي رامي، دعني أتحول إلى جرمين إبراهيم من روضة السيدة زينب. جرمين، يعني انقلي لنا إلى أي مدى حدث التطور في هذه المنطقة حيث تتواجدين. نعم، بعد التحية، يعني بالفعل في ذكرى ثورة 30 من يونيو يجب أن نتحدث عن المشروعات التي ما كان سيكون لها وجود لولا هذه الثورة المجيدة. ومن أبرز المشروعات التي يجب أن نتحدث منها وهي تعتبر من أبرز الإنجازات لثورة 30 من يونيو هو إنجاز وملف القضاء على العشوائيات، هذا الملف الهام الذي تبنته الدولة في أعقاب الثورة وقامت بتنفيذه عن طريق تنفيذ أكثر من 70 مشروعا بإجمالي يتجاوز 90 ألف وحدة سكنية لتحويل المناطق العشوائية لمناطق حضارية تستطيع أن تستقبل المواطنين وتقدم لهم كافة الخدمات لتكون يعني مناطق جديرة بالسكن الأدمي على عكس الصورة السابقة. وعندما تحدث عن القضاء على العشوائيات نتواجد هنا في أحد هذه المناطق التي كانت الصورة فيها مختلفة تماما قبل ثورة 30 من يونيو، وهي منطقة خاصة بروضة السيدة. هذه المنطقة وهذا المشروع الذي كان في السابق معروف باسم تل العقارب ويقع في حي السيدة في محافظة القاهرة. هذا المشروع في السابق كان
فيه عدد من الوحدات السكنية أو عدد من المباني الآيلة للسقوط التي كانت مقامة على تبة. هذا كان قبل عام 2016، ولكن بعد عام 2016 اختلف المشهد إلى المشهد الحالي الذي نتواجد فيه الآن. نحن بالتحديد نتواجد في المرحلة الأولى من هذا المشروع، فهو مكون من مرحلتين. المرحلة الأولى بها حوالي 16 وحدة سكنية أو عمارة سكنية، وهذه العمارات كما يظهر في الصورة هي مقامة على الطراز المعماري الإسلامي ليتناسب مع طبيعة هذه المنطقة في حي السيدة زينب. وأما المرحلة الثانية فهي ملاصقة لهذه المرحلة تماما، وتم مراعاة أن يكون نفس الطابع المعماري لها في المرحلتين واحد، ويعني هي كانت في منطقة الطيبي. وبالفعل تم نقل عدد من السكان الذين كانوا يتواجدوا في منطقة الطيبي للسكن في روضة السيدة 2، وتقديم أيضا بدل إيجار للسكان لعدد آخر من السكان حتى يتم نقلهم بشكل كامل عقب الانتهاء من هذا المشروع، والذي يتكون من 9 عمارات بإجمال يتجاوز 500 وحدة سكنية. يعني الهدف من كل هذه المشروعات هي تحويل المناطق التي كانت غير آهلة للسكن الآدمي لتكون مناطق تستطيع أن تستقبل المواطنين وتقدم لهم كافة الخدمات، ليس فقط الوحدات السكنية، نحن نتحدث أيضا عن مباني إدارية ومناطق خدمات ومناطق ملاعب، يعني تكون صورة مختلفة ونقطة مضيئة في ملف القضاء على العشوائيات. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. نعم جرمين ابقي معي، أعود مرة أخرى إلى رامي محمد من ممشى أهل مصر. رامي، هل يعني سنحت لك الفرصة أثناء تواجدك للحديث مع المواطنين المتواجدين أو الذين اختاروا أن يقضوا ثاني أيام عيد الأضحى في ممشى أهل مصر، خاصة وأنه طبعا يتزامن مع ذكرى ثورة 30 من يونيو؟ بالفعل مع الساعات الأولى من صباح اليوم يعني بدأ توافد قليل من المواطنين، يعني مع انخفاض درجة الحرارة ربما تزداد الأعداد في الإقبال على المتنزهات والحدائق وأيضا ممشى أهل مصر من بين هذه المقاصد التي يأتي إليها المصريون في الأعياد والمناسبات العامة. منذ الصباح يعني التقينا بعدد قليل من المواطنين نظرا لارتفاع درجات الحرارة، لكن مع انخفاض وانكسار ضوء الشمس ربما تزداد الأعداد، ويبقى بالفعل الممشى من المقاصد الرئيسية لهم، خاصة أنه في لدخول الممشى وأيضا للوجود بهذا الموقع لا يستغرق المبالغ الكبيرة عند المبالغ الخاصة بالتذاكر وغير ذلك، لكن مع انخفاض وانكسار حدة الحرارة ربما تزداد الأعداد وتأتي الأسر بشكل أكبر. نعم، أعود إلى جرمين، ابقى معي رامي. جرمين، يعني روضة السيدة زينب وما حدث بها من تطور خاصة في الطراز المعماري، هل يعني جذب نوعية معينة من السائحين الذين يرتبطون بهذه الطرز المعمارية وما تحمله من سحر خاص؟ نعم، يعني هذه المنطقة التي تواجد بها وهي روضة السيدة هي تتميز بقربها من عدد كبير من المناطق الأثرية، تواجد أيضا بالقرب من مسجد السيدة زينب، فبالتالي طبيعة هذه المنطقة بتفرض هذا الطابع وهو الطابع المعماري الإسلامي، والذي كان هناك حرص شديد على أن تكون الوحدات السكنية والعمارات الموجودة في هذا المكان تحافظ على هذا الطابع حتى تتفق مع طبيعة المنطقة. فبالتالي يعني في حال مرور أي سائح في هذه المنطقة يعني يستطيع أن يقوم بتصوير هذه الوحدات السكنية في إطار طبعا عدد من المناطق الأثرية اللي بيقوم بزيارتها في هذه المنطقة تتميز طبعا بقربها من عدد من المناطق الأثرية في منطقة وسط القاهرة، وبالتحديد طبعا في منطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة. أشكرك جزيلا جرمين إبراهيم، كنت معنا من روضة السيدة زينب، كما أشكر أيضا مراسلنا رامي محمد الذي نقل لنا الصورة من ممشى أهل مصر. أشكركما شكرا جزيلا.